في المجر بكل شويه بيقول لك برضو محمد صلاح وكده يعني، بس الكو مش كوره انت لعب يد بقى، فهل برضو بيقارنوك بمحمد صلاح وانتوا الاثنين شول ولا ايه بقى؟ لا اكيد طبعا، هو زي كل العالم بيحب الكوره وكل اللعيبه بتحب الكوره بيتكلموا على الموضوع ده، ودايما مصري وكويس هترتبط بصلاح دايما، صلاح صلاح صلاح. ف اه طبعا يعني حاجه كويسه جدا ان احنا عندنا حد زيه ونموذج زيه ومشرف، وبتتبسط يعني اللي انت تكون في فرقتك ممكن تقارن بيه يعني. كنت حاضر مكسبهم الاخير على انجلترا والفرحه العارمه اللي حصلت في الشوارع هناك في بودابست؟ لا طبعا ما كانوش مصدقين يعني، الماتش خلص 4-0 والمجموعه كانت صعبه جدا، وكل الناس كانت بتقول ان هم هيعتبروا، الناس مستنيه ان هم يبقوا اخير المجموعه، دلوقتي هم اول المجموعه فهم طايرين دلوقتي طبعا بالكوره يعني. ترتيب بقى كره اليد ايه في المجر؟ يعني اكيد القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى، ترتيب اليد ايه واهتمام الاعلام واهتمام الشعب هناك بكره اليد عامل ازاي؟ لا تعتبر زي مصر كده دلوقتي حالا الثانيه، في رياضات كويسه برضو عندهم، الووتر بولو عندهم لعب زي دي برضو مشهوره، لكن لعيبه اليد مشهوره جدا يعني. احنا بنمشي في بودابست في العاصمه بتلاقي ناس كتير عارفانا وناس كتير بتسلم علينا، فكشهره واخده شهره واهتمام اعلامي كبير وصرف كبير على الرياضه من الدوله، الدوله بتدي فلوس كتير جدا للدوري عموما وسبونسرز كبار، فهي واخده صيت وواخده حاجات كتير جدا هناك يعني.